شكرا للزميل عبد الله العالي. أصدقاء المشاهدين متتبع البي سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو اللقاء المرتقب، هذا هو اللقاء المنتظر هنا في الدوري الأوروبي، الأوروبا ليج في سهرة الخميس. تقودنا إلى استاد التاريخ الأولد تشرين، الظهير بيساكا على اليسار الأسم بكأس الأذنين، وأمجد فرنانديز خطيرة، برونو وتير شتيغن فرصة. كرة محطوطة في كرة مضروبة في آخر كرة، والحكم توربان الفرنسي يقول ما فما شيء مع احتجاج الجمهور. أخرى في المباراة حضور أول من نادي برشلونة عن طريق السلاساو، يضرب الكرة. 9 دقائق في اللعبة، 9 دقائق في المعركة، 9 دقائق في حرب أوروبا بين جنرالات. ينطلق الهجوم، كرة خطيرة، مانشستر في التوب، البرسا يفكر على أوروبا، وتشافي هرنانديز يختار مقارنة. الكرة عن طريق البارسا ملعوبة بين الحمر، بالدي وفي خطأ، جيبوا لهم ميسي بذكريات ليو، من سيضرب على داخل علم، يمشي الامبراطور، يدخل ماركوس راشفورد، ركنية للمان. أهم توتنهام في الفينال على ولفرهامبتون، خطيرة والدفاع يتصدى والكرة ترجع. بطولة إنجليزية إسبانية إيطالية بتشود الدفاع لليونايتد، كرة خطيرة وبنالتي لنادي برشلونة، ضرب جزاء على رفقاء فاران، الفرازول والوقفة خايبة ويحطها 1-0 الأزول جرانا، الأزول يكيد العزول ويسجل 1-0 بسيناريو معزول في مرمى دافيد خيا، أو بسيناريو في مرمى دخيا المعزول، هكذا هي الكلمة الصح وهكذا الصف. في غياب بيدري يلعب الكرة بوالديشو، خطيرة الكرة، يلعب برونو، جاءت كرة أخرى للسراء، ولكن ما زال فارق 8 نقاط يعطي هكا بنو دفاعه، لأنه يمشي للهجوم يخلي برشا مساحات. لذلك لو تلاحظون البرسا في كاب بيساكا، برونو مضغوط عليه والحكم توربان الفرنسي يتدخل، فاول عربية تشهد على ان هذه القمعة في ليلة جمعة مباركة. يوني قدم افضل مبارياته منذ قدومه للكتالوني، وفي خطأ على كيسي، الدبابة لفواريا، والكرة ترجع إلى هجوم، بالدي يقاتل، بالدي يسارع، والحكم يقول حرب. سانشو يخرجها مليح، والكرة خطيرة، فريد يفشل في الكرة، يفشل في الكونتر، خلصها البولندي، تمشي كرة. فرانك ديونغ في وقت من الأوقات حاب يتخلص منه برشلونة. الآن ديونغ يعتبر عمود. ملفوف يجيب الجول، حاط الكرة الرافة، رافينيا أوت. برشا يمشي ديونغ، خطير على القائم الثاني كازيميرو، احضر النار الصديقة يا كازيميرو، فحتى الصديق يحضر أن يضغط. كيسيه يتفوق بدلين كلاوهم وسط ميدان متين جدا من الكتالوني. كورة في العجول عن طريق ليفواري في جولة ثاني موجود، والكورة تفسخت على الحدود يا ابن ليفواري، مش ممكن ما قدروا سيرجي وما طالب بالهدف الثاني، لأنه هدف التعادل، هدف التعادل يا فريد، هدف التعادل يا فريد، هدف أحمر من البدايات، فسخ وعاود من جديد، 3 مانشستر 3 برشلونة، أول دقيقة في الشوط الثاني، أول دقيقة وتشعل فيها حريقة، عشاق المانشستر ينتفضون، الكبير خل بيروح، لاجريتا ديل يونايتد وفي تسلل، مانشستر 5 دقائق بضغط كبيرة، جاب الثاني قريب جدا، مانشستر ينتفض يا كريستنسن. هذا ما عجز عنه ليفربول أمام الملينج الريال، الريال 5-2 وكل واحد يضرب على درابوه، لموا الريمونتادا بمسماها، يدخل عن طريق الريال مدريد، ليست ريمونتادا، نعم سيواصل صمود. فرانك ديونغ في فاول، في خطأ، في خطأ ويستاهل ورقة صفراء.
يستاهل ورقة صفراء. تتوتر الأجواء، تسخر الأجواء، لكن في نقبه. كرة ثانية خطيرة للمولناس برازيليرو، يرفع الكرة مع كيسي، قتلوا بها قتلوا بها، كرة بعيدة من رافينيا. صح عليك صح، وسيبقى شامبيونز، يمشي الكامبيون دي لا ليغا أكثر 25 مرة بالضبط، لا أكثر ولا أقل. لا نزيدوا وحدة تعمل المباراة. تمشي كرة خطيرة بالراس، حطها له، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كرة ملعوبة مش ممكن، كرة ممتازة، كرة من كورشو، واحدة منهم تختفي يا جرنال. له هدوء، يمشي بالكرة. يقال في اللغة الفرنسية الهدوء الأولمبي. نعم راس المباراة، كيسي يمشي شوت، يتشوت كيسي، الحارس يتصدى، الحارس. هدف الثاني لنادي مانشستر يونايتد. هذه هي الكرة، هذه هي الصورة، هذا هو الاستخلاص للكرة. يمشي عن طريق برونو، برونو والضربة، جرناتشو، جرناتشو، فريد، فريد أنتوني، جولاتو يا فريد، جول. التراث أو الحلويات، أي حاجة عندك حتى لو غطى جردل، بعد ما نشفت زي ما انتوا شايفين ده بيكون شكلها. ربطتها كده بشوية خيط خيش وعملت على الإطار بتاع الكرتونة زي ما انتوا شايفين، شكلها حلو في الآخر. الديكور ده بيتباع غالي.